Hi, grade 8 students, today we'll complete our lesson about algebraic expressions, and this is the video number 5. In this video, we'll develop using remarkable identity. Remarkable identities. عندنا a plus b كلها power 2 يلي هي a plus b times a plus b. كيف لو عندنا 4 power 2 كنا نقول 4 times 4 a plus b كلها power 2 يعني ال a plus b مضروبة حالة مرتين. هلا أنا بدي أعملها develop. كيف كنت بعملها develop؟ أول number بالفاكتر الأول بدأ أضربه بكل نمبر بالفاكتر الثاني. الـ A بدأ أضربه لبلس A حضربه بالبلس A بيرجع لبلس A بدأ أضربه بالبلس B بيرجع لبلس B بدأ أضربه بالبلس A بيرجع لبلس B بدأ أضربه بالبلس B. شو بيعطينا هون؟ بيعطينا A times A plus A times B plus B times A plus B times B. هلا هون ال a times b وال b times a هن ذاتهم يعني هون شو بيعطينا a power 2 plus 2ab plus b power 2. هيدي اول remarkable identity اللي بتقول a plus b كلها power 2 هي a power 2 plus 2ab plus b power 2. هلا ال a minus b كلها power 2 هي ال a minus b times a minus b كمان ذات الشيء a times a بيرجع plus a times minus b بيرجع الماينس بي بدي اضربها بالبلس اي والماينس بي بدي ارجع اضربها بالماينس بي. شو بيعطينا هون؟ a times a لان اشارتهم تيناتهم بلس يعني هون بلس a times minus b يعني minus a times b بيرجع minus لان اول شي بضرب الساينز minus ضرب بلس يعني minus b times a minus times minus plus بيعطينا b times b. هلا هون شو بيعطينا هون ال a times b وال b times a هن ذاتهم يعني a power 2 minus 2ab plus b power 2. هلا هون نشوف ال a minus b و a plus b اذا احنا بدنا نضربهم حيعطينا a times a يعني plus a times b. هلا عم بضرب اول نمبر اللي هو ال a بيرجع ال minus b بدي اضربها بال a minus هون اشارتها ما في شيء يعني plus minus times plus يعني minus b times a بيرجع minus times plus minus b times b. شو بيعطينا هون؟ هلا هودي بيروحوا مع بعض لانه ال a times b هي ذات ال b times a وهنا عكس اشارات فحيروحوا بيعطينا a power 2 minus b power 2. فهودي الريماركابل ايدنتيتيز انا حقدر طبقهم بكتير شغلات. انا هون عندي a plus b كلها power 2 فدغري احلى ما اقعد اعمل احطها مرتين واعمل الاول بالاول الاول بالثاني الثاني بالاول الثاني بالثاني دغري فيني طبقها. بقول square of the first بعمل squaring للفيرست plus 2 2 ضرب الاول ضرب الثاني يعني 2 times the product of first by the second plus square of the second. كمان هون نفس الشيء بعمل اول شيء power 2 لاول وحده برجع بحط minus 2 ضرب ال A ضرب ال B plus B power 2 يعني square of the second. إذا معي هون A minus B A plus B يعني هيدا حيعطيني A power 2 minus B power 2 من دون ما أنا أعذب حالي وأعمل الأول بالأول الأول بالتاني وإرجع أعمل التاني بالأول التاني بالتاني دغري فيني أحط A power 2 minus B power 2 according to remarkable identity. هلا انا هون بدي اعمل develop and reduce بدي استعمل remarkable identity. انا هون بتطلع هون مين بتشبه؟ بتشبه لما كان عندي a plus b كلها power 2 ال a plus b كلها power 2 كانت هيك جوابها كانت a power 2 plus 2 ab plus b power 2 هيدي بتشبه. فانا حقدر طبق هيدي الرول لحتى استعملها بس بشرط انا محل ال a بدي احط x ومحل ال b بدي احط 3. فشو بعمل هون؟ هون حيعطيني a power 2 يعني x power 2 لانه انا بدي احط محل ال a محل ال a هحط x 2 times ال a يعني ال x times b يلي هو ال 3 plus b power 2 يعني هحط 3 power 2. هلا هيك انا طبقت على remarkable identity بدون ما احط ال x plus 3 مرتين واقعد اعمل الاول بالاول الاول بالثاني دغري على remarkable identity بشوف اي شكل بتشبه وبطبق الرول بصير عندي x power 2 plus 6x plus 9. هلا هون 2y minus 1 كلها power 2 هاي دي مين بتشبه؟ اي وحدة بالremarkable identity هاي بتشبه على a minus b كلها power 2 اللي هي الرول بتقول a power 2 minus 2ab plus b power 2. وظيفتي اعرف من هي ال a ومن هي ال b وبصير الموضوع سهل. ال a هون هي 2y فلحط انا هون 2y كلها power 2 يعني هون a power 2 محل ال a لحط 2y يعني 2y power 2 minus 2
times the a اللي هي 2y times the b, b هي 1 plus b power 2 يعني 1 power 2. شو بيطلع عندي هون؟ 4y power 2 minus نضرب النمبرز واللي بيطلع عنا 2 times 2 times 1 هي 4y plus 1. فهون ضربنا النمبرز ونقلنا ال y فبيطلع معي 4y power 2 minus 4y plus 1 بدون ما أنا أحطها مرتين وأقعد أضرب. طبق الريماركابل ايدنتيتي 3x minus 2 3x plus 2 هايدي على أي ريماركابل بتشبه؟ بتشبه لما كان عندي ال a minus b و a plus b كان عندي هيدا الشكل. فبتعطيني a power 2 minus b power 2 بدون ما أعذب حالي وأعملها بدي أشوف بس أعرف مين هي ال a مين هي ال b a minus b a plus b فحتعطيني 3x كلها power 2 لأنه ال a هي ل 3x فال power 2 كلها على ال 3x minus b power 2 يعني 2 power 2 فحتعطيني 9x power 2 minus 4. هيك أنا طلعت جواب على remarkable identity بدون ما أقعد أنا أعمل الأول بالأول الأول بالتاني تاني بالأول تاني بالتاني هيك أسرع أنا لما أستعمل remarkable identity. هلا هون 2x plus 6 كلها power 2 هي بتشبه ال a plus b كلها power 2 فبدي طبقها. من هي ال a؟ هي 2x. من هي ال b؟ هي 6. فحتعطينا بدل ال a لحط 2x كلها power 2 plus 2 times ال a اللي هي 2x times ال b اللي هي 6 plus 6 power 2 تعطينا 4x power 2 plus 24x plus 36. هلا هون y minus 5 كلها power 2 هاي بتشبه a minus b كلها power 2 اللي هي a power 2 minus 2ab plus b power 2. ال a هي ال y ال b هي ال 5 فهون شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي بدل ال a power 2 لحط y power 2 minus 2 times a ال a هي ال y times ال b اللي هي ال 5 plus b power 2 اللي هي 5 power 2 تعطيني y power 2 minus 10y plus 25. هيدي هي طلعت لها جوابها من الاكسباند بدون ما اقعد اكتبها مرتين واقعد اضرب الاول بالاول اول بالتاني هيك اسرع انه انا استعمل ريماركابل ايدنتيتي شوف اي شكل بتجبه وطبقه. فهون عندي كلها 3x plus 1 كلها minus 2 كلها مضروبة ب 3x plus 1 plus 2. هيدي كمان بتشبه ريماركابل ايدنتيتي لانها بتشبه a minus b و a plus b بس بشرط هون ال a ال a هي 3x plus 1 وال b هي 2. فلاحظت هون انه 3x plus 1 هي ال a فهون شو حيطلع عندي؟ حيطلع عندي a power 2 minus b power 2 ال a هي ال 3x plus 1 ف 3x plus 1 كلها power 2 minus 2 power 2. طيب انا هون بخلصت بعد فيني اعمل develop فشو حاعمل؟ رح اشتغل هاي دي على remarkable identity ارجع مرة تانية 3x plus 1 كلها power 2 بتنعمل على remarkable identity على شكل a plus b كلها power 2 على شكل هاي دي الرول فبطبقها يعني بصير عندي هون ال 3x ال a هي 3x 3x كلها power 2 يعني 9x power 2 plus 2 times 3x times 1 يعني 6x plus b power 2 يعني 1 power 2 يعني 1 و minus 4 بدنا ننقلها بيرجع معي 9x power 2 plus 6x minus 3. هلأ هون بدي أعمل develop عندي هون فيني استعمل remarkable identity أحلى ما حطها مرتين وقعد أضرب فهي دي أي شكل بتشبه بتشبه a plus b كلها power 2 يعني هون a power 2 plus 2ab plus b power 2 ال a هي 2x وال b هي 5 فشو حيطلع عندي هون؟ حيطلع عندي بدل ال a اللي حيكون 2x فتكون 2x كلها power 2 يعني 4x power 2 plus 2 2 ضرب الاول ضرب الثاني 2 times 2x times 5 حيعطينا 20x plus 20x بيرجع b power 2 يعني plus 5 power 2 يعني 25. هلا هاي ما بتنعمل على remarkable identity لانه منا على اي شكل منهم فمضطر اعمل الاول بالاول الاول بالثاني الثاني بالاول الثاني بالثاني اعمل هاي الطريقه ف x plus x times it plus 3x بتعطينا plus 3x power 2 x plus x times minus 1 حتعطينا minus x بيرجع minus 1 times 3x حتعطينا minus 3x minus 1 times minus 1 حتعطينا plus 1. هلا بدي اعمل اللي هن similar 3x power 2 وال 4x power 2 مع بعض 20x مع ال minus x مع ال minus 3x مع بعض وال plus 25 وال plus 1 مع بعض شو حيعطيني هون؟ حيعطيني 7x power 2 وهون حعملهم مع بعض 20
وهون minus 4 بيعطينا plus 16x. 25 plus 1 حيعطينا 26. هلا هون بدي أعمل calculation using remarkable identity. 41 power 2 فهي على هي 40 plus 1 كلها power 2. إذا أنا بدي حلها باستعمال remarkable identity فشو هعمل؟ هحط 40 power 2 لأنه على شكل A plus B كلها power 2. 40 power 2 plus 2 times the first times the second plus B power 2. هلا هون بيعطينا 1600 plus 80 plus 1 فهيك بيطلع عنا 1681. طلعت جوابها واستعملت remarkable identity. 49 كلها power 2 هي 50 minus 1 كلها power 2. استعملت ال 50 minus 1 مش ال 48 plus 1 لأنه ال 50 التعامل معها سهل لأنه في عندها 0. فهون 50 minus 1 كلها power 2 فهون حيعطينا 50 power 2 على شكل A minus B كلها power 2. يعني A power 2 minus 2AB هيدي الـ A وهيدي الـ B plus B power 2. 50 power 2 هي 2500 لأنه الـ 5 power 2 هي 25 و 2 zeros minus 100 plus 1 فهون من طلع جواب بيطلع 2401.